نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار كابتن عادل طايمه وكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. نورنا كابتن. الله يخليك كابتن. مباراه انت عارف مباراه وديه جميله، بتبقى هاديه جدا جدا، مفيش ضغوط على طاقم التحكيم. احنا بنعتبرها كمقيمين مباراه بتعتبر مباراه سهله، لان زي ما حضرتك عارف مفيش عصبيه، مفيش اعتراضات. الهدف من المباراه هو هدف كل مدير فني بيحاول يثبت حاجه معينه، وبالتالي كنا بنقول المباراه كانت سهله. وده ما يمنعش ان عندنا بعض الاخطاء يا كابتن ايمن. احنا من خلال القناه بنقول احنا مش بنجيب حاجات سلبيه عشان نقول الحكم وحش، ولكن احنا في ناس كتير بتتفرج علينا كابتن شريف، بنجيب الدروس المستفاده وما يجب تطويره في اداء الحكام من خلال قناه النادي الاهلي، من خلال الحالات اللي موجوده معانا. اكيد هنوصل حاجه كويسه جدا لكل عناصر اللعبه، سواء الجمهور او اللاعبين او الحكام. هنروح للحاله الاولى معانا ونشوف، عندنا حاله مهمه جدا ونشوف القانون بيقول فيها يا كابتن ايمن. الحاله دي مهمه جدا جدا، وهنشوف تاني الكره ستوب. هنتكلم على حاجتين مهمين جدا، التمركز الحكم، ثم بعد كده ماذا يقول القانون في هذه الحاله. الكره بتصطدم بالحكم، هي جايه من مين الاول يا كابتن شريف؟ الاهلي بالظبط. وراحت لمين؟ للاهلي بالظبط كده. انا هنا كحكم، احنا عندنا في القانون بيقول ايه؟ لو هي غيرت استحواذ او عملت هجوم واعد، الحكم بيوقف اللعب وبيعمل الاسقاط. ولكن هنا لما نشوف هي جت من لاعب الاهلي وبالتالي راحت للاعب الاهلي، وهنا الحكم بيخلي اللعب يستمر. هو اصلا كان عايز يعني يصحح من وقفته فعمل ال، هنتكلم في التمركز بس انا بتكلم في الناحيه التحكيميه. مظبوط. لان في بعض الحكام ما بيركزش، احيانا بيروح مصفر وعامل اسقاط صح بيخلص. مزبوط. ولكن دي محتاجه حكم يركز قوي يشوف هي، هل هي غيرت استحواذ؟ هل هي عملت هجوم واعد؟ وبالتالي هنا شايفين ان هي راحت للنادي الاهلي، وبالتالي هنا الحكم. بس يجوز هو لقى الديفندر رايح على لعيبه لعيب الاهلي، فحب يريح لعيب الاهلي من الاصطدام ده. تمام، وهو خلى اللعب يستمر. موضوع التمركز احنا قلنا دايما كابتن، دايما وانت بتحكم انت مش حكم بس. التمركز زيه زي اللاعب بالظبط، اللاعب ازاي بيقدر ان هو يروح في المكان الجميل اللي هو ممكن الكره تروح ويقدر يستقبل ويحط جون. انت كحكم كمان لابد انك انت تحس بالمكان، لان عندك مشكله لو اللعبه ديت في الصندوق وهنروح لها وحصل منها مشكله، تبقى انت سبب في انك انت تبقى في محيط اللعب. من فضلك اخرج من محيط اللعب باي ناحيه تروح، سواء ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، عشان تقدر تخلي اللعب محصور بينك وبين الحكم المساعد رقم واحد او اثنين. نروح للحاله اللي بعد كده. هنمشي ونشوف هنا ستوب. الحكم فين يا كابتن اسامه؟ بعيد. الحكم هنا اهو. بعيد قوي. الراجل ده رايح مهاجم ومدافع داخل الصندوق. صح. بس هو ما كانش بعيد يا كابتن، هو كان جنب الكوره في الاول. يعني هو هنا، بص يا كابتن، هو جنب الكوره اهو. هي سؤال. الكره اللي بعدت. سؤال يا كابتن. الكره اللي بعدت. لازم يجري. فين توقعك كابتن احمد؟ صح. فين التوقع؟ فين القراءه؟ صح. ولازم يكمل جاري كيما كابتن احمد، مش ان انا جاي اصفر على اخطاء تحكيميه وبس. فين التوقع وفين قراءه اللعب؟ طيب انا النهارده عندي مهاجم ومدافع داخل الصندوق، ستوب، حصلت مشكله، مين يشوف؟ مفيش باص. لايمان يا كابتن شوف. صح. المسافه ما بين الخطا صحيح يا كابتن والمساعد، يعني كابتن احمد لايمان والله يشوف. انا عارف انه صعب 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 صعب. كابتن لايمان اقرب للكوره. احمد بلال هيشغل كله، هيشغل لايمان. يمكن الجون بتاعنا هو اعتقد كمان هو كان حد دلوقتي كابتن، هو اسمه مساعد الحكم بس مش دلوقتي حكم رايح. بص بص هو بعيد فعلا. بص كابتن احمد، هو كابتن اسامه بيقول وهو مستسهل الماتش بقى. طب اسمع بس، كابتن اسامه بيقول حاجه جميله جدا. بص مش حاجه اسمها مستسهل الماتش، النهارده حتى ماتش ودي انا كمان كحكم المفروض اجتهد فيه، لان انا النهارده يعني ما انا برضك بتمرن بتدرب وبطور من ادائي. انا بقول هنا ادرسوا المستفاد. احنا بنتكلم مش بنتكلم على الحكم المباراه. انا بتكلم لحكام مصر كلها، من فضلك ما تقفش تتفرج وانت واقف هنا والحدث داخل الصندوق، ما عندكش الفار، ما عندكش حد يساعدك في القرار، ما عندكش حكم اضافي هنا، وبالتالي هنا القرار هنا اعتقد هيفقد المصداقيه سواء انت حسبت او ما حسبتش. فاحنا بنقول إيه تعمل ايه؟ يعني ايه هو المفروض تعمله؟ انت المفروض اول ما الكره بتتعمل باص، انت حاجه اسمها السرعه الانفجاريه، دي اقصى سرعه، بتعمل سبرنت عشان توصل على الاقل حتى تبقى هنا كابتن احمد، وتبقى قريب حتى تبقى مقنع وانت تاخد القرار. انما مش هينفع يكون اعتمد على الفار. مش هينفع انك انت تكون هنا اصلا كابتن، حتى لو جالي بخط مستقيم كده كان فتح، كان وصل، كان وصل كابتن اسامه. كان كده تمام. نروح للحاله اللي بعد كده.
الكره عبرت ولا معروف يا كابتن عادل؟ عدت عدت. هنا الكره ديت مهمه جدا. نعيد تاني كده ونشوف. تعدد بمسافه كمان. شوف هنا مروان بيجري عشان يلحق بكمل محيطه. خرجت طبعا. دي شغل يعني شغله مين او مين او مين المفروض مسؤول عن الخطوط؟ مساعد اللاينز مان. الحكم المساعد اللي موجود. طيب هنشوف اللعبه دي تم استهرافها بايه. لعبها هي المفروض ركله مرمى حسب رمي التمسك. يلا نروح نشوف نستأنف ونشوف سبب رمي التماسك. طيب اللاين مان ما ادالوش حاجه بس هو 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 خد بشرط اللاين مان. هنا ما انا بتكلم على المساعد يا كابتن. انا صح يعني صح. كابتن في مشكله عندي. دي كره خرجت خارج ميدان اللعبه بكامل هيئتها. طيب هنا النهارده هي لما خرجت بلاش ان هي خرجت رمي التماسك راحت داخله جوه اللعبه تاني جايب منها جول. صحيح. مين مسؤول؟ اللاين مان الحكم بالظبط كده. الحكم هو الحكم المساعد هو ده شغله المساعد. صحيح. زي ما قلنا ما عندكش الفار وبالتالي هنا الحكم المساعد بنقول ايه؟ تمركز مع الخط اخر خط عشان تقدر تحدد الكره داخل او خارج اللعب. يلا خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نفس الشيء هنا عندنا حاله مهمه جدا. كورنر دي. هنا كورنر. يعني هنا كورنر احنا عكسنا بقى. اخر من لعب الكره مين هنا ويمكن كهربا هنا شويه اعتراض وماتش ودي كمان جميل ومفيش مشكله. بس هو كهربا برضك بيقول ان هي الكره خرجت ركله ركنيه. نرجع تاني نشوف الكره اخر من لعب الكره مين. هتلاقي اللاعب الازرق هنا بيكمل وخد الكره كورنر وبالتالي هو خد القرار هنا ركله مرمى كابتن عادل. يعني حاجات كده سهله بس الحاجات دي لو في ماتش رسمي ممكن تصعب صح. المشكله على الحكم ممكن يجي منها جوانا وتعمل له مشكله. طب بنقول الكلام ده برضك مش عشان خاطر الحكم بنقول عشان خاطر حكامنا الصغيرين او الحكام اللي بتتفرج على القناه. نروح للخطا الحاله اللي بعد كده ونشوف. تاني كابتن ايمن. ايوه كابتن. ماشي نمشي هنمشي انا بسال سؤال بس. هو انت حضرتك جيت هنا ليه؟ حكم مظبوط ستوب مظبوط. هو انت جيت هنا ليه؟ لا سؤال يعني حضرتك انت جيت هنا في الحته ديت كابتن شوف كم المشاكل. انا مدافع عاوز اطلع ممكن اطلع تيجي فيك. مهاجم هشوط في المرمى هجيب جون ممكن اشوط تيجي في حضرتك. ممكن الكره تصطدم في وجهك. انت كده كمان يعني انت خارج كمان نطاق النظر للمساعد. يعني حتى المساعد لو رفعك على قرار تسلل او مش هتشوفه. هرجع تاني من الحاله نشوف حضرتك هنا ستوب. لا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني هرجع تاني. هو راح يستلم الكره يا كابتن. هرجع تاني. لا لا كابتن هو راح يستلم الكره. انا بدل ما اخش هنا كابتن احمد الحلول ايه هي؟ يطلع يا كابتن يطلع بره ال 18 بره. خلينا اقول الموقف الصحيح فين هو. نرجع تاني كده. بص يا كابتن يجري لبره الناحيه. بص يا كابتن يجري لبره مظبوط كده صح. اتفضل انا هاجي هنا بره. ليه انا هاجي هنا ستوب. اولا يا كابتن انا هنا الكره انا بقى كل اللعيبه دي كلها محصوره بيني وبين الحكم المساعد. كلها واضحه صحيح. اشوف الحكم المساعد. الحاجه الثانيه انا كمان ما عنديش هنا لعيبه تعمل لي مشكله. هشوف المخالفه هنا وهنا لو في مخالفه عكس ما انا اوصل ل منطقه الجزاء. صحيح. نمر ونروح للحاله الثانيه. طيب سايد هنا طبعا التسلل موجود. وزي ما قلت في حاجه مهمه جدا جدا كابتن هنا ازاي انت كحكم ستوب. خلينا بس في اللقطه دي مهمه جدا. كحكم مساعد تقدر تستفيد من الخطوط يا كابتن عادل. الخط ده انت كحكم مساعد بتستفيد منه وانا كحكم برضك بستفيد. واللاعب احيانا لما بيجي هنا كابتن على الدايره دي الرؤيه بيستفيد منه. ممكن اسدد على الجون ممكن اعمل باص. يعني الكوز ده كمان بالنسبه للعيبه لو انت كلاعب تقدر تستغله. بالنسبه للحكام كذلك هنا شايف ممكن الحكم خد بالخط 18 هنا حاله تسلل والتسلل صحيح. الحاله اللي بعد كده شوف. يلا هو طبعا لحظه لمسه اللي احنا قلنا تسلل امتى؟ لما بيكون في لمسه لعب من الزميل. دينا كهربا ماتش ودي عادي هو متخيل ان هو كان في موقف سليم ولكن هنا لحظه التمرير حاليا سابق بجزء من القدم وبالتالي هنا تسلل صحيح. تسلل صحيح. صحيح تمام كده. في حالات تانية؟ لا كده اخر حاله ممتاز. ونستاذن حضرتك بقى ان احنا نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مره تانية مع الكابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا.